المدير الفني القدير نادي الزمالك، بنقول لك الف مبروك على الفوز، اداء راقي، اداء اكثر من رائع النهارده، وهدفين وكان ممكن يزيدوا، هدف ثالث، هدف رابع، رغم صعوبه نادي اتحاد الشرطه. شفنا الكابتن حسام حط الخطه اللي ما شفناش فيها اتحاد الشرطه في الشوط الاول وما وصلش لنادي الزمالك خالص. ده دوري انا وجهاز ان احنا نشتغل، نركز مع كل فرقه بنلعبها، اركز مع لعيبتي، اجهزهم الاول، اجهز لعيبتي، وبالمقابل اشوف الفريق اللي انا بلعبه تلعب معاه ازاي، الاجابات بتاعتنا وبتاعتهم والسلبيات، كل الكلام ده طبعا مش من نادي الشرطه بس، كل الماتشات، لكن توفيق ربنا موجود النهارده، لعيبتي مركزه قوي، رغم ان التوقف الكبير 25 يوم ولا 24 يوم، وعندي 19 لعيب عشان برضو اكد لك، مش في ناس كانت تقول لك 15 19، حاجه شرف كبير ليا لنادي الزمالك ان عندنا 19 لعيب في المنتخبات، لكن كانوا بيجمعوا اخر لعيبه اتجمعت قبل الماتش ب 48 ساعه، ولكن بشكرهم ان هم في المحاضرات والتمرينات اللي فاتت والماتش الودي اللي عملناه او الاثنين اشتغلنا على شغل اللي هنشتغل بيه في ماتش الشرطه، اتحفظ بسرعه، لو في تركيز مستمر ان شاء الله هيكون في استمراريه ان شاء الله، ويكون من ربنا ويكون موفقين. ولكن انا بشكر جمهور الزمالك جدا وصفه خاصه الالتراس ان هم جم النهارده، اتمنى ان يجوا على طول ان شاء الله. كابتن حسام، يمكن وصول للقمه، انتوا كده على راس الدوري العام، مباراه طلع الجيش القادمه، رغم كده شفنا الكابتن حسام النهارده بيدفع بعمر جابر، محمد ابراهيم، حازم امام، بعض اللاعبين الذخيره انا عارف، لكن انت دافعهم في وقت مناسب جدا، والنهارده بنشوفهم على ارقى مستوى. عايز اعرف رايك ايه، ورايك ايه في مباراه طلع الجيش؟ طبعا بعد توفيق ربنا عندي ثقه بفضل الله في شغلي انا كجهاز، وثقه في كل اللعيبه اللي موجوده، الصغير والكبير عندي ثقه فيهم، مين يلعب في اي وقت مش دي قضيه، كلهم جاهزين، وانا بشكرهم الصغير والكبير.